عبر قناة عبر فيسبوك. عبر قناة عبر فيسبوك. راك معنا في المباشر. هاوي غتشوف غير احنا دابا راه في اللايف، يطلعوا معنا الناس ونبداو ان شاء الله. احنا اللي بدنا غندوزو ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدي مشاهدات قناة عبير، أينما كنتم وارتحلتم دائما بالصوت والصورة لتكتمل عندكم الفكرة، في قلب العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، وبالضبط في مقبرة سيدي مسعود. معنا يعني الدري المسؤول، ما نقولوش مسؤولين، نقولوا خدام أو لا ترعرع في القبور، كيعرف أسرار خطيرة لأول مرة. السلام عليكم خويا. السلام عليكم أولا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اش غادي نقول لك اخويا؟ لا اله الا الله خويا، عينا ما نتشكاو في هذه المقبره هذه. ممكن الصوت شويه؟ عييت ما نتشكى في هذه المقبره اخويا هذه، لهاد الناس المسؤولين، ولا تقول شي قلب حنين ولا في قلبه الرحمه حن في هذه المقبره هذه اخويا. اجي تشوف اخويا، عييت مع هاد الناس، انت جيتي على غفله السيد صافي، شوف واش هاد المزاله هادي ديال هاد الزبل حاشاك اللي هنا. شكون اللي كيدير هاد الزبل دابا؟ هذا هو السؤال المطروح. انا خويا ديال هادي، لحقاش ما كاينينش الناس المسؤولين اللي دايرين النظافه هنا ولا هاد البلاصه هادي اخويا. قال لك دير نقيها لي ندير فيها المراحي، جاو عندي الناس المسؤولين قبل من هاد الانتخاب بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، راهم معروفين، وبالاخص البرجاوي راه معروف. تيجي تيقول لك اخويا قاد لي هاد الجهه هادي عندي لك هنايا جوج مراحيض، قلت لهم قال لك مرحبا، قلت له بغيت اناره قال لك مرحبا، قدرونات هنايا خويا الناس سيدوزوا بالمحمل، راه لا اله الا خويا. كنت تشوف هنايا في الايام ديال الشتاء راه كنت تشوف هاد الجهه دوز محمل هنايا، والغيسو هادي راه ما يدوزش اخويا. عاين اخويا زائد هاد اللي قلت لك علاش قلت لك اخويا المراحيض، اجي تشوف اخويا حشومه اخويا دخل هاد الباب، صور اخويا راه شوف شوف هادي الدخله ديال الباب، شوف اخويا حشومه اخويا، الناس يجيو يديروا هادشي هذا، راه لا يعقل اخويا ما تكونش مرحاض. يعني الزبل كيف كتشوفوا صراحه الله، مقبره عامره زبولات، كيقولوا فيها قراعيه الشراب، كيقولوا فيها الدراري اللي كيتشمكروا. يعني احنا بدورنا كنطلبوا الجهات المعنيه والجهات الخاصه انها تدخل بمحمل الجد، على حسب اللي ساند السيد كيقول احنا درنا فيديوهات ما قدينا والو. ما قدينا والو اخويا، وغير من هاد المسؤولين ديال هاد المقبره صاحبي، راه خصنا اناره صاحبي، هي تما الماء، خصنا الماء زائد الماء خويا. لا يعقل مقبره كانت عندنا الماء كان الهيل تحت، حنا الناس المسؤولين من جد لجد، حنا الناس القدامى خويا، جات البلديه حيدات لنا الماء كان، علاش؟ هادي هي اللي بغيت نعرفها صاحبي، اجي تشوفها ها هي صاحبي، ها هي. المكانة جاو حيدوها خويا، داوها للفوق، علاش؟ هادوك الناس مسؤولين ديال البلدية، وباش نقولك بالواجهة باش تعرف، الجهة الفوقانية بحال قلتي الناس لي بورزوا، نهضر نيشان. يعني المسكين جاية فيه. المسكين جاية فيه، حنا الناس ديال المساكن، أنت غادي نعطيك وكون نقطة نحطها لك فطر، أخويا علاش الفوق داروا الكودرون؟ هادشي اللي بغيت نعرف، هاد التاشرو اللي جابوه لهنا للمقبرة، علاش الفوق جا داير الكودرون نص المقبرة اللي مسؤولين عليها الناس ديال البلدية، والناس الشعبية أنا ما داروا لهمش الكودرون؟ حتى المقبرة فيها اختلاف، حتى المقبرة فيها الناس اللي لاباس عليها والناس راه مساوية أخويا، راه فاش تجي تشوف فاش توصل للقبر راه كتساوى، ما كيبقى لا جليج لتحت ولا رخام ولا حتى شي حاجة. واش غادي نقول لك اخويا؟ لا اله الزبولات، يعني طرقتوا جميع البيبان اخويا. كنت تمشي لهاد الدخله هاد الباب وتشوفها، راه دايره الطواليط هذيك اصاحبي، والدخل هاد الباب شنو هي الدخل هاد الباب؟ اللي يدخل كيتزير، ولا هادي بغا جات شي جنازه انسان مريض فيه السكر اخويا ولا شي حاجه كيتحز يتزير اخويا، كيجي كيقول لك اخويا فين واش شي مرحاض هنا؟ كنقول له ما كاين، اش نقول له؟ راه قهوه ليه ولا هادي فين غيمشي هو مزير؟ كيتحز الحيط ويدير، ما عندي ما غنقول له يا هنا. لحقاش الناس المسؤولين اللي كوكان في قلبهم الرحمه والدين، حاشا لله يخليو المقابر بلا بلا بلا. دابا الفوق كاين الماء، الفوق اخويا، الماء ديالنا اخويا، الماء راه كان عندنا حنايا اخويا، الماء كان عندنا حنايا والدواء. علاش تحول في نظرك؟ واخويا تحول لحقاش الظروف اخويا، اش غادي نقول لك؟ الناس كبار، ناس كبار وحولوا هاد الجزء هذا، بحال قلتي رانا فهمتك، راه كنت تشوف ليه كيجيبوا التراكسات وكعلاش
مدخلين فيها كاينين عائلات شخصيات الفوق باش تفهم ليه الناس عائلات شخصيات تيدفنوهم تما كاينه يمكن لهم راه كيجي رئيس كيجي وكيل انا نقولك بالعبره اخويا كيجي كوميسي كيدخلوا من تما تيلقاو القدرون وهنا مسافر شكون راه الناس الشعبيه ولاد البرج كيجي مسكين ما عندوش حتى في المقبره كاين التمييز فين ما مشيتي اخويا كاين التمييز فين ما مشيتي جاوا اخويا كنت هضرت شحال هادي على هاد السياده جاو جايبين ليا 140 شجره ديال الزيتون فاش جابوها قال لك حنا جبنا لك 140 شجره غتولي تستافد منها قلت لهم اودي اخوتي هاد 140 اول الشجره اللي جبتوها في الصيف وزرعتوها ليا هنايا في وسط القبوره راه لا يعقل انا راه ما قلت لكم جيبوا ليا الزيتون راه ما باغيين حنا غله ماشي ارض فلاحيه هادي قالك اه زرعوها باش غادا تسقى بقاو جوج شجرات ولا ثلاثه من ديك 140 شجره راه هما اللي حدايا راه هما جوج شجرات اللي بقاو من 140 شجره حنا خويا ما تنطالبوش بالشجر ولا بالزيتون ولا تنطالبو اخويا لهاد الناس المواطنين اللي كيجيو كتشوف الشاسع بي تجي المراه تضرب بالغسال هنا الناس يجيو تيضربو حتى الغسال حشومه هادي وعيب وعار ومقابر ديال المسلمين حاشا الله شوف راه لجينا القرنو المقابر ديال النصارى حاشا الله نكونو حنا مسلمين غادي نقولها بالعبريه حاشا الله نكونو حنا مسلمين ومقبرتنا ديال المسلمين شو كي داير كنشوفوا يعني جميع المقابر كيخرج لهم واحد الدعم واش كتستافدوا نتوما يعني كناس من هنا نقولوا كمسؤولين او لا ترعرعتوا هنا في القبور اخويا اش من داك الدعم اللي كيخرج كيخرج الدعم كنسمعوه ولاني داك الدعم اخويا كيخرج لدوك الناس اللي كيشدوه كيبقى عندهم كيبقى عنده ماشي تشوفين ما كايناش جمعيه المقابر اخويا كيجيو يكذبوا علينا بواحد الكنز جور 20 يوم كيجيبوا شي وحدين هنا السطوي يصوروهم ما كيبقاو باش يعجبوك غير بالتصاور يبقاو يصوروا السطوي يصيفطوا بيناتهم ويريقلوا داكشي ضربوا واحد الشهر 15 يوم كيمشيو بحالاتهم كيقول لك راه الميزانيه صافي وشو داكشي راه مدوزين المهم اش غادي نقول لك اخويا اليوم رسالتك خويا ورسالتي اخويا اش غادي نقول لك عييت عييتي باش توصل في الرسائل عييت اخويا لا اله الا جيت تشوف اخويا غير ما دابا لا بغينا نسقيوه هي شي واحد جايبني جاتك غير جنازه واش غنبقى نمشي حتى للعوينه نجيب الماء راه لا يعقل اخويا راه لا يعقل هادشي يعني. شكون اللي يعني الناس اللي راضيهم هما اللي داروا لك يعني هما اللي حيدوا المكانه ولا شكون باش نعرفوا باش نوجهوا النداء مسؤولين اخويا الناس مسؤول كانت المكانه جات واحد السيده وواحد الوجه الله يعمر لهم الدار هما اللي جاوا حطوها هنا الناس اللي كانت فيهم الرحمه شافوا المقبره ما فيهاش الماء جابوا المكانه والناس اللي ما فيهمش الرحمه راه جاوا حيدوا المكانه وهذا الجزء هذا كامل من الباب اللي هنا متخليين عليه نهائيا باش غادي نوريك اش نصوروا هذا الاتجاه هذا وناخذوا واحد اللقطه لفوق وزائد اخويا هاد الناس اجي نقول كتقول لي كتخرج ميزانيه هاد الميزانيه اولا اخويا هاد الناس المسؤولين باش عرف ما فيهم الشاق قلب الرحمه شي داك السيد اخويا راه هو اللي لهيت حاشا لله اخويا باش هادي 6 سنين ما مجيرش شو كيدير وهداك اه وهداك هو اللي خصنا نحتفظوا عليه المهم عندنا هنا في المقبره هو داك الشريف اللي عندنا لهيات وداك السيد اخويا وحنا غا السيد وما دايناش فيه سير شوف كي ولات الاسياد ديالنا شوف كي ولاو راه لا اله الا الله خويا كنت جميع المقابر فيهم موضوع الا هاد المقبره الا هاد المقبره والموضوع خويا الماء بالاخص الموضوع وبالليل كي كتكون الاجواء هنايا خويا الاجواء كنجي نضرب بعض المره انا والاخ ديالي شي دوره هنايا المهم المقبره تنقات ما كنهضروش الليل الليل اخويا راه نقيه كتقدر تهضر بالليل اخويا فاش وهي فاش تكون عندك الجنازه فاش تكون عندك الجنازه مع ديك جويه تسعد الليل ولا المهم طاح الليل يعني ضروري خصو بولات هنا وتتشوف الناس جايبين بوطه جايبين بوطه صاحبي واش حنا مازال في عاد الكاز ومازال جايبين بوطه صاحبي حاطينها لك حدا القبر وكتشوف كي غادي يديروا يدوزوا دوك الناس في الليل راه هادشي هذا صاحبي راه لا يعقل لا يعقل صاحبي يعني حنا الناس اللي كيتبعونا على قناه عبير حنا كنتواجدوا في مقبره سيدي مسعود اللي كاينه في برج مولاي عمر يعني بصراحه الله كنتمنوا حنا بدورنا ان المسؤولين والجهات المعنيه والجهات المختصه يا خويا هاد المسؤولين كيجي كيكذب عليا ما نكذب كاين واحد السيده الله يجازيها بخير جات من اوروبا انسانه مجتمعه يعني متطوعين اللي قدوا يدخلوا جات هضرات معاهم ما نكذبش عليك كيجيو يكذبوا عليها جوج مرات ولا ومره اخرى غنسمي هاد الجوج اللي كيجيو
هاد الزوج اللي كيجيو كيكذبوا عليا تايا انا. كيقول جا قال لك اخويا هادي كانت كل حاجه كزباله، قال لك نقيها لنا كذا، ضحك علينا عطاونا جوج دريال. حتى ديك اش نقول باش حتى ديك اخويا الخدمه اللي خدم الاجراءات ديالنا جاو حنا غير ضحكوا علينا، قال لك حيد هادي نجي نريق لكم، عطانا 4000 ريال ديالاش. قال لك غدا نجيب لك الياجون، نجيب لك الطوبيه، نجيب لك المسائل، ندخل لك المراحيض، وبعدا عاد نزيد الماء. جات السيده عطاوها الشهر ديالها اللي جايه من فرنسا، مشات بحالاتها. هضرت مع اختي قالت لي شوف غنمشي غير شهرين وغنرجع على هاد المقبر. حقيقيا اخويا مشات، جات في الترشيح الثاني جا واحد المسؤول نيت لهنا معاها، اش يدير؟ اي واخا واخا واخا، طيبني غنزير لك هاد الجهه، غندير لك المراحيض، غندخل لك المكانه هنايا، وفين هاد السياده؟ راه حشومه عليك، حشومه هاد السياده، وعندك والديك، عندك والديك هنا وكتعرفهم وكتجي وكتدوس. وشحال من مره جيتو عندي هنايا في الشق. ممكن يعني يكون عندنا واحد الامل والتفاؤل مع الحكومه الجديده ان شاء الله، تبدلوا رؤساء جداد. هذا هو السؤال اللي بغيت نقول، نتمنوا ان شاء الله هذه الحكومه الجديده الله يجازيه بخير. كنتمناو كنرغبوه، احنا ما بغي احنا راه ما عندنا لا خلصه معاكم، ما عندنا شهريه معاكم، عندنا اللي طالبناكم بهذا الشيء، وانت ما باقي راه حنا مع الجو. ونفتحوا الباب حتى للمحسنين اللي بغى يتعاون، الجاليه المغربيه اللي بغى يدير هذا الخير. الحمد لله خويا. شوف ما نساوش واحد الخير اللي نقولوه من هذا المنبر اخويا، حنا المغاربه الناس كرامه اخويا، معاهم عايشين. حنا يا ولاد باب الله، انسان كتفلو باه ولا امك كيكرمك، ما نكذبوش اخويا، عايشين معاهم اللهم لك الحمد، واللي خطيهم علينا واللي هنا يخطينا عليهم اخويا. وجدت اخويا واحد البلاصه نيت محفره، الله يفتح عليك الله يفتح عليك اخويا، راه هادشي هذا بزاف. مشاهدي مشاهدات قناه عبير، صراحه الله هادشي كيدمع له القلب ويحز في النفس. علاش؟ حيت كنشوفوا مقبره ديال برج مولاي عمر من اقدم المنابر، عفوا المقابر اللي كاينين هنا في مدينه مكناس. صراحه الله حشومه اخويا، راه هي استاذه ملكيه، قصر ملكي دفنها بيدي، استاذه قصر الملكي. كنت عارف هذه المقبره اش فيها؟ راه فيها شخصيات، وفيها ولين هنا كتواطى خويا، هنا راه ما فيهاش هذه، هنا راه كتواطى. من هاد المبرر كنصيفطها للمسؤولين باش يحافظوا على هاد المقبره، ماشي هاد المقبره، والمقبرات عامه راه عندك كاين المقبره كاين المسجد، راهو ما ساوى ساوى. لك الله يا وطني، كيف ديما تيقولوها اين انت يا مسؤول. كنتمنوا ان يعني بعد هذا الفيديو ديال قناه عبير نشوفوا يعني تغييرات جديده في مقبره سيدي مسعود، المقبره اللي قديمه ومعروفه يعني في سنين هذه. نتمنوا ان يعني في اقل ظروف هو الماء والضوء. خصهم يشوفوا هذه الطريقه، احنا وصلنا للقدرو، احنا وصلنا للقدرو باش شوفوا، شوفوا واش هذا الانسان غيدوز في الشتا هنايا وهز المحمل. راه الله يحسن العوان اخويا، كنت تشوف ديك، بغيتك تجي تصور ديك اللقطه باش تشوف المحمل غادي يجي كي داير اصاحبي. راه باش نشوف المحمل غادي يجي، كنلقاي انا ذاك المسؤول نغزو، ما نكذبش عليك على هذا الشيء. هذا كيشد اموال طائله على المقبره، أموال طائلة صاحبي على المقبرة، ويخسروا عليها غير فلوس عام، غير فلوس عام خسروها عليها. وخذوا 10 سنين، خذوا 20 عام ديروها بجيبكم. أنت أخويا شو الطرقان كي دايرة؟ شو لا إله إلا الله. أخويا تشوف الحيوط اللي هي تراك وارد، راه الناس ولاو كيجيو هنا وكيعيفوا من مقبرتهم، المسلمين ولاو كيجيو ولاو يعيفوا من المقبرة، كيقول لك كارثة أخويا هذي، راه ماشي مقبرة ولا. صراحة الله والله لك يعجز اللسان على التعبير. الصورة واضحة، دائما احنا كنرزوكم الصورة والفيديو ولكم التعليق. أين أنت يا مسؤول كتردد على جميع المواطنين؟ الله يسر عليك باش يشوفوا، راه سيرة ما كنكذبوش، كنقولوا الواقع أخويا. إيه علاش هذا الطاشر اللي جابوه لهنايا عطاوه زوز، عطاوه غير عطاوه المقبرة كاملة شوية تقلب البلان، قالوا له غدوزي زوز ديال الفوق، وهذا الزوز الثاني علاش ما غاديش؟ على دوك اللي ميتين تما احسن من هادو. انا راه ما بحال هادوك، بحال هادو اخوتي يعني قادو للاشاره غير باش نوضحوا الناس اللي كيتبعونا. مقبره سيدي مسعود صوبات غير اللي لهيه، على حسب القول السيد اللي كاين لهيه، قانون واحد وبحال بحال اخويا في المقبره. لحقاش مقبره وحده صافي، واش نديرو اخويا؟ هذا يهودي حاشك وهذوك مسلمين، راه كنا مسلمين اخويا وكنا مجبدين. كي هاد السيد هذا كي عائلت هذاك صافي. لا اله الا الله. اخويا سمع هاد الفيديوهات وتيجيو يضحكوا عليا، وجاو حتى لهنا، جاو مسؤولين من البرنامج،
بلا ما نذكرهم، كون نجي نذكرهم هنا يقول لك يا جنازتهم انا نوريك كاع القبر باش هما غايشيو يعقلوا. نتمنوا ان البارطاج هذا اللايف هذا باش يوصل للجهات المعنيه والجهات الاختصاصيه، ويعني يقوموا بان بالاصلاح هذه المقبره. هاد الناس هادو هي المسؤولين، جاو برنامانيين وهما غايشوفوا هاد الفيديو هادو، وجاوني في الشتا وجا معاهم رئيس المجلس البلدي، وانا نذكر لهم السيد اللي دفناه هنايا يخليك تما باش يعرفوا الصديق ديالهم فين وجاو لقاو الغيث ولقاو كل شيء. وقلت لهم استاذ الله يجازيكم بخير، ما بغيت تضويره ما بغيت تاعها، بغيت مساعده وحده الله يجازيكم بخير، قدوا لي هادشي هذا. جا عندي واحد المسؤول قال له ديروا هذا في الانعاش، انا ما قلتلكش ديرني في الانعاش ولا ديرني، انا قد لي المقبره وعلى هاد المقبره نقدر نمشي للحبس على كلامي، خصها تقد صراحه. الله لا اله الا انت، كيف كتشوفوا الطريق طريق لا اله الا الله. المسلمين صاحبي هنا قلت ما ها هو المسلم الله يرحمه، هذا راه مسؤول مسكين حتى هو كان مدوك الناس، ها عائلته هنايا ها هو، وسمحوا لنا العائله الا ذكرنا هذا المرحوم هذا. جاو برنامانيين اخويا عرفت شنو؟ غا كوستار دمليون ونغيس ضرب لهم حتى لهنا، ولقاو هنا كي دايره هاد الزياده كلها، قلت لك شوف كل ربيع وتقول واحد فيهم حن وتقول فيهم واحد. ها اخويا نفكرهم هذا عنده على الله عامة كاملش. جاو هاد المسؤولين اللي قلت لك من البرنامج والناس المسؤولين دمكناس، الحاج رشيد العماري، لا ذكر الاسماء ما تذكرش، لا هي المرحوم المرحوم فاش جاو لعنده بلا ما نذكروا شو الاسماء بلا ما نذكروهم. شوف حنا رسالتنا اليوم الجهات المعنيه انها دير الموضوع ودير يعني الطريق فاش يدوزوا الناس اللي كيديروا القبور. خويا يونس اخر كلمه باش نهيو البث، كلمه خويا جيت تشوف هي القدرون باش الناس نهيو باش نهيو البث المباشر نظرا للوقت اللي كيداهمنا. جيت تشوف خويا هاد الجزء اللي غاديين فيه، وشو هاد الجزء هو الكبير، هذا الجزء هو الكبير اللي سامحن فيه. لا اله الا الله، بقاو عليا راه غيمشي الطاشرون ويجي ويمشي ويجي حتى سكتونا، وانا ما غنسكتش على هذا الشيء. هذا كي المقبره تصوبات من الفوق تصوبت من لهنا، يعني تشوف مقبره تصوبات من لهيه ومن هنا ما تصوب. هذا الشيء اخويا اللي ضرني في قلبي، علاش علاش هاد المقبره؟ مقبره تصوبات من لهيه ومن هنا، من الجهه اللي من هنا ما تصوبات، الجهه اللي من هنا د الفقراء والجهه اللي تصوبات ديال الناس الشخصيات. يعني باش يجيب داك الصباط، يجي الصباط ديالو مسيري ما خصوش يقيسو الغيس، داك الشيء علاش دار هو هنا البوطون، وهنايا يعني ما عندوش علاش يدخل لهنا، ولأن راه فاش تجي القبره كتساوى راه غابيزار ولا اله الا الله. تنتمناو البارطاج ديالكم الاخوه، الله يجازيكم بخير. ها انتم كيف كتشوفوا شوفوا الدنيا كي دايره هنايا، هي جايه من الراس من الراس حتى الراس هنا، شوفوا كي مقاده كودرون، وانت لا بغيتي تهبط حتى لتحت ومقاده هاي كامله مقاده. ها هي يعني السي يونس اليوم كيتسائل علاش هذه مقاده وعلاش هاد الطريق ما تكونش هي بحال هكاك، يعني هاد الطريق هادي تاهي تكون بحال هاد الطريق هادي. واش هاد الطريق ديال الناس اللي لاباس عليهم؟ كيف كتشوفوا دائما كنوصلوا لكم الفيديو، هاد الطريق ديال الناس المسؤولين اللي ما يقص ما يقيش التراب، ما يقيش التراب، كيخاف من الصباط وصباطو كيخاف منه يتقاسلو بشي حاجه. كلمه اخيره خويا يونس. وكلمه اخيره اش غادي نقول لك؟ يسمحوا لي هاد الناس هادو لا هضرتي بحرقه حرقه خويا، راه ماشي غير حرقه، هذا صاحبي راهم هادو والدينا خويا اللي هنايا. انت كتهضر بمصلحه العامه ماشي بمصلحتك انت، ماشي بمصلحتي، مصلحه العامه منهم والو، حنا غير ولاد باب الله ما دايرين لنا خلصه، ما دايرين لنا حنا ولاد باب الله، طالبنا غير بهاد الحقوق هادو ديال هاد الناس هادو. هاد الناس اللي كيجيو لعند العائله ديالهم راه حشومه خويا، كنت شو نهار الجمعه اللوما كنردوا لراسنا كامله، تيجيو كيزلق لك بنادم ويضرب راسو مع القبر، شحال من واحد اصاحبي تفلق اقسم لك، هاد خصني نصوني عليك وتجي تشوفو، شحال من واحد اصاحبي بالسبب هذا، جاي يهز المحمل حتى تلقى المحمل. نتمناو ان شاء الله الميساج ديالك خويا يونس ما يمشيش خاوي هاد المره، ونتفائلوا خير مع الحكومه الجديده مع المسؤولين الجداد. رسالتنا لرئيس المجلس البلدي ورسالتنا لجميع المقاطعات وجميع الجهات المعنيه انها تنظر لحال هذه المقبره ديال سيدي مسعود اللي صراحه كنشوفوها يعني مقصيه،
ممكن نقولوا مقصيه بزاف. نتمنوا رسالتك اليوم توصل للمحسنين والجهات المختصه، واللي بغى يتعاون في سبيل الله انه يتواصل مع خويا يونس معنا. نخليو النيميرو التليفون ديالو هنايا في لي كومونتير وفي العنوان. اللي بغى شي محسن داخل الوطن وخارج الوطن انه يديروا مكانه اللي يقد يستافد منها كل شيء. كاينين اخويا، راه ما نكذبوش على الله، كاين الوجوه اللي يجيو يديروا المكانه ويجيو اخويا يديروا. حنا ما كان حنا اش نقول لك، المغاربه ناس كرامه. رانا قلت لك اخويا حسن، حنا راه غير ولاد باب الله، وهاد الناس هادو راه الله يخطيهم، راه كيجيو واخا وما كيخليكش بلاش، راه ما كيخليوناش بلاش. الله يطول عمرهم واللي يخطيهم علينا وحسن بينا، حسن ما عندنا لا خلصه. اي ولاد باب الله كيأديو لنا الواجب من فوق داك الشيء، كون كنتي يمكن مع الدوله ما غيوديو لكش الواجب اخويا اكثر من داك الشيء. نتمنوا الرساله ديالك خويا، نظرا للوقت اللي كيداهمنا وما تقدرش نشوفو كامل كتعرق صراحه. الله كيهضر بحرقه، والحاجه اللي خلاته يهضر بحرقه هي حسن. انا كنقولها وكنعاود، الا على المقبره غير يسجنوني، لا شيء على المقبره غير يسجنوني انايا، ما نقدرش نشوفها صاحبي. الناس تدفن هنا، الناس بهذه فرق كبير، وكيجي شي واحد يبني هنا كيلقى الما كيجيبو صاحبي. كتجي الجنازه خصك الما خويا باش تسد دوك اللحد. منين نمشي خويا كنخلص عليه، خصني الموتور، خصني الخدام، ولا لا اله الا الله. راه مع الناس الكرامه اللي يخطيهم علينا، اللي يخطيكم علينا، منين ما دايزيناش ومعاونينا من هاد الشيء هذا، وما كتسناوش عاد الدوله دير لنا شي حاجه، انتوما دايرين لنا اللي يخطيكم علينا. مشاهدي مشاهدات قناه عبير، كان معكم مراسلكم حسن من قلب العاصمه الاسماعيليه مدينه مكناس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع بث اخر.